لمن لا يؤمن بوجود العالم الآخر وقدرته الخاصة على إيذاء الجنس البشري. ستخضعون لهذه المعتقدات مرغمين، وستصير حقائق لها دلالات وبراهين، ومما لا ريب فيه سيتغير وستغيرون وجهة نظركم تجاه هذه النظرية، حيث أن أحداث الرواية حقيقية وكانت على أرض الواقع يوما ما. إلى الطامعين في الوصول إلى الثراء الفاحش سريعا عن طريق نهب ثروات أجدادهم المدفونة تحت الأرض، لكنها لا تحق لهم بأي صلة. تريثوا وسيروا في الأرض كما أمركم الله عز وجل، فتلك التي تسعون خلفها حتى وإن أعطتكم وجهها السعيدة يوما ما عن طريق الصدفة ليس إلا، فحتما ستأخذ مقابلها الكثير، وستفتح عليكم أبوابا شتى من العذاب لم ولن تنفعوا ثمنه.